بودكاست نجم الرابعة. يسعد صباحكم مستمعينا، بعدنا متابعين، ورح ينضم لنا أو رح تنضم لنا شيف، والشيف يلي بدنا نحكي معها هي أصغر شيف إماراتية وعمرها هلأ بس 14 سنة. بعمر 9 سنوات فازت بكيدزانيا ميني شيف بال 2021، فازت كمان بشوب تشامبيون، وبتقدم كمان ورش طبخ داخل الإمارات وخارجها، والعالم كتير بتحبها وانشهرت كتير بالفترة الأخيرة، وكل يوم عن يوم بتزيد شهرتك. شيف عائشة صباح الخير، كيفك؟ صباح النور، كيفك؟ كيف صباحك؟ الحمد لله بخير. بدنا نبلش معك يا عائشة من آخر حدث صار يلي هو القمة العالمية للحكومات، كنتي موجودة أنت هونيك صح؟ صحيح. طيب خبرينا عن هالتجربة وشو عملتي هونيك، شو صار؟ كنت هناك يعني كنا نقدم هناك 6 أنواع كانابيز كل يوم، وكانوا كلهم إماراتي يا مودرن تويست، والحمد لله كل الناس يبهم. كان لنا بلاليب تارت ويا كريمة زعفران التمر، خبيصة تارت ويا كريمة زعفران، بروسكتا ويا ويب شامي وسبايسي ديت سيرب، مشبوس راب، شامي تارت ويا طحينية ودب التمر، شو بعد كان لنا ريزوتا إماراتي بعد كان لنا، فكان يعني لنا فرايتي 6 أنواع والحمد لله كل حد رياضة. أها طيب، هول الأنواع كلهم أنت كنتي عم تشتغليهم، أنت كنتي مشتغلة عليهم ومصممة أن تعرضيهم خلال القمة، أو كيف صارت الفكرة؟ أنا وشيف ثانية معاي سوينا الأطباق. أول ما قالوا لنا من المنظمين اللي في القمة، أول شيء ياهوني أنا قالوا لي إن نبات أنت واختاري معاك شيف أو 2 شيف إنه يكون عندك تيم، واخترت شيف وياي وفكرنا بالوصفات، و كان اكسبيرينس وايد حلو. اول ما عطونا والجار كرييتيف وفكرنا وطلعنا لهم هالست افكار. برافو عليكم. طب كنت يعني على السوشيال ميديا انتشر كتير فيديوهات لإلك عائشة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتومي اللي هو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي رعاه الله. شو حسيتي بوقتها وشو قال لك خلال هاللقاء؟ كنت وايد احس ان honored، وكنت وايد فخورة في نفسي، لأن طول حياتي أحلم إن I meet him، إن أقابله وتحقق حلمي. صراحة من كثر ما كنت أتوتر ما أتذكر شو قالي، بس كان experience وايد حلو. كان سعيد كتير، وأنت كمان كنت سعيدة، وحتى تلاقيتي ب بكتير وجوه هيك مشهورة كتير خلال القمة. شو كانت ردة الفعل من الناس وقتها شفتك وشافت هالوصفات اللي مقدمتيها؟ كل حد كان impressed لأن عمري صغير، و كانوا يشوفون أشياء وايد يعني حلوة قدامهم، فكل حد كان يقول لنا it's so impressive إن أنتي عمرك 14 تقدرين تسوين هالأشياء. أنتي أكيد كنتي فخورة بحالك كتير، برافو عليك يا عائشة، يعطيكي ألف عافية. بدنا نرجع هيك هلأ بالزمن شوي لطفولتك يا عائشة، تخبرينا ليش يعني فتي على الطبخ، مين شجعك، من أي عمر بلشتي؟ بديت أحب الطبخ لما كان عمري 4 سنوات، كنت دائما أخذ الكرسي وأوقف وياهم أمي وهي تطبخ، وكنت دائما كل مرة أضيف سبايسز أو أي بهارات على الأكل، كنت كل مرة أبا أذوقه، وشوي شوي بديت أتعرف على الديفرنت فليفرز. بعدين لما يا رمضان كان عمري 4 سنوات ما كنت أصوم، فأمي كانت تناديني عشان أجرب الوصفات اللي تسويها، وكنت أقول هذا يحتاج شيء زيادة أو إذا بيرفكت أو إذا ناقص شيء، يعني بعدين لما أي وقت الفطور كان كل شيء يطلع بيرفكت. يعني كان عندي sophisticated palate at a young age، ولما استوى عمري 6 سنوات بديت أطبخ بروحي، وأول دش طبخته كان أومليت. ما أتذكر إذا كان عمري 6 أو 7 سنوات، بس أول دش طبخته كان أومليت. شو حلو. وبعدين لما استوى عمري 9 سنوات فزت مسابقة كيدزانيا اكتشاف أصغر شيف الإمارات 2018 على 180 طفل من كل أنحاء العالم. وبعد في 2021 فزت مسابقة شوفت النسخة العربية. طيب خلينا نروح على أول تجربة لإلك بكيدزانيا ميني شيف بال 2019 قلتي لي صح؟ طيب خبرينا 2018 خبرينا عن هالتجربة كيف كانت، ومين شجعك تشاركي فيها، وشو كان شعورك وقت فزتي فيها؟ ما كنت عارفة عن المسابقة، أنا أرادي كنت أحب الطبخ، فأمي كانت تسوي أدت فيديو أو شيء، وشافت أرتكل عن المسابقة وسجلتني فيها، وبعدين قالت لي، كنت وايد متحمسة، بس كنت يعني طبعا أخاف أخسر، بس كنت وايد متحمسة. وكان في ما أتذكر إذا كان 4 راوند، وكان وايد أول راوند أتذكر سوينا سمر رول، they wanted to test our knife skills، ويعني الحمد لله I passed. ورحت الراوند الثاني كانوا يبون يسوون تست كيف إحنا نقدر ننسق الفليفرز مع بعض، وسوينا سمودي وفزت هالراوند. وبعدين سيمي فاينل
حطونا قبله باسبوع او اسبوعين لستة انجريدينتس، قالوا لنا لازم تختارون من هالانجريدينتس وتختارون وصفه وتسوونها، وبعدين اخر راوند كان ميستري بوكس والحمد لله فزت. الف الف مبروك. وهلا في شيء مثلا برامج جديده عم تتحضر بدك تقدمي عليها، عم ضلك تتابعي الموضوع ولا خلص انت اكتفيتي بالاشياء اللي فزتي فيها وعم تنطلقي لحالك يعني بحياتك الخاصه؟ currently ما عندي plans، بس اذا جت فرصه وحسيت اني ابغى اشارك فيها بشارك. طيب بال2021 كان في شوب تشامبيون صح؟ كمان خبرينا عن هالتجربة، حلوين هول نعرفهم عنك لأنه برافو عليك، شو طموحة وشو بتشتغلي على حالك وشو بتتابعي وشو بتنضمي لبرامج، فهيدا الشيء كتير حلو تخبرينا عنه. هاي المسابقة كانت يسوونها في تلفزيون دبي، فلما هم كلمونا قالوا لنا أنا بعايشة تشارك. أول شيء كنت وايد أخاف، ما كنت بشارك، كنت أخاف أني أخسر، ما كنت واثقة في نفسي أبدا. بس بعدين شاركت وصبت في 3 راوند، وكل راوند ميستري بوكس. اول شيء نبدا ب 4 كونتستنت. اول راوند الابيتايزر، ويكون يعني في ميستري بوكس. احنا اتذكر اعطونا افوكادو اويل، فلافل، كيدني بين بيست، وبعد شو اعطونا بيكلز يعني انواع مخلل. فانا لما اول ما شفت هالانجريدينتس ما كنت بسوي شيء يعني كلاسيك نفس كل الناس. أول شيء فكرت أن أسوي سولتد تشيز كيك، بس إن الوقت ما يكفي، أتوقع كان 20 أو 30 دقيقة. فكرت بشيء شوي أبسط بس لحين عيابهم وايد، كان الفلافل تاكوز. يامي إيه، وما شفت حد ثاني فكر في الفكرة، فعلى طول بديت أسوي الفكرة. ويعني كان تركي، ما كان تركي، بس يعني أنا one of the things اللي دائما أقولها إذا بدخل مسابقة، لازم في كل ingredient يعطونا إياها في الميستري بوكس نغير فيه، ما نقدر نستعمل ولا ingredient as it is. برافو عليك، تفكيرك كتير حلو. لازم نحط عليه twist. فسويت فلافل تاكل وغيرت كل ingredient، يعني ما غيرت كل ingredient، استعملت كل ingredient بس الطريقة غير. و I passed الأول round. كل round في حد يطلع، هو 4 أشخاص. أول round في بنت طلعت، بعدين we moved حق next round. وفي next round كان في next round عطونا بعد mystery box 4 ingredients، كان mince beef، cheese puffs، mushrooms، بعد شيء ما ذكر. الingredients اللي بحطوها شوي غريبة وبدأ يعني بدأ تفكير كمان شو تحضري من خلالها. وهي وعطونا grilled eggplant. فعلى طول فكرت، وأول شيء فكرت فيه كان eggplant parmesan وسويته، وما شفت حد ثاني حواليني من ال other two contestants. هالراوند كان فيه 3 أشخاص وما شفت حد من ال other contestants سووه، فسويته والحمد لله عجب الجدز. حتى two of the judges قالوا لي إحنا ما نحصل هالطبق إلا في 5-star hotel وإنه وايد وايد حلو. وانتقلت ال next round، كل round في حد يطلع نفس ما قلت لكم. انتقلت النكست راوند هو فاينل راوند، بس انه انا وولد ثاني نتسابق يعني ضد بعض. وعطونا في الفاينل راوند كان ديزرت، عطونا مايونيز، دونتس، شو بعد عطونا تشيز، وبعد شيء عطونا ما اتذكر. طيب وكمان فزتي فيه، عملتي لهم شيء غريب وكان هيك كرييتيف، وعطونا وعطونا حلاوه نيرد. وكان وايد تركي لنا مايونيز وتشيز وهالاشياء. ما أول شيء فكرت فيه كان ما أتذكر شو سميته، بس إنه كان تقريبا كنا تشيز كيك. عم تحكينا ونحن بلشنا نجوع. كان نو بيك، وكان في هذا كان تقريبا فيه، بس ما أتذكر بالضبط شو سميته. ما كان تشيز كيك بس كان تشيز كيك في نفس الوقت. طيب بدنا يا عائشة نعرف أنت شو بدك تحضري للمستقبل، يعني أنت وين بتحبي تكوني بالمستقبل أو وين شايفي حالك، شو حابة تحضري هيك شيء لإلك؟ إن شاء الله أبغى أفتح مطعم، أبغى أفتح مطعم يمكن السنة الجاية، يعني أبغى أفتح قريب، مو إنه يعني وايد لما أكبر، أبغى أفتح قريب وإن شاء الله يكون عندي معها الطبخ. طيب حلو كتير التفكير اللي عم تفكري فيه، وبلس إنه بدنا نقول إنه بتعملي ورش بالإمارات وبرات الإمارات. طيب هيدي الورش قديش بتزيد عليكي، يعني قديش بتكوني فرحانة إنه أنت بهالعمر عم تعملي ورش طبخ؟ وايد استمتع لما أسوي ورش طبخ، وبعد أحب لما أسوي ورش طبخ خارج الدولة، لأنه مو بس أنا أعلم
اللي يعني اللي يجون عشان يتعلموا مني، أنا بعد أتعلم منهم. طبعا طبعا. طيب هلأ كيف بتنسقي بين دراستك وبين الطبخ وبين وقتك؟ كيف عم تعبي وقتك هيك؟ يعني كتير ضغط عليكي. في البداية كان وايد صعب، بس بعدين توفي سكيدول وصار أسهل، لازم أوازن بين الطبخ وبين الدراسة وكل شيء. مين بيساعدك؟ أكيد الماما صح؟ حسيت للماما أنا هي الداعم الأساسي لإلك. طيب يا عائشة، بدنا نتمنى لك كل الخير، وبدنا نقول لك برافو عليك بهالعمر، كل هالطاقة الإيجابية وكل هالخبريات الحلوة استمتعنا فيها نحن. أنت شعلة من الأمل والإلهام لكل يلي حواليك، لكل يلي سمعونا اليوم، وطبعا صورة مشرقة ومشرفة للنجاح بكل شي بتعمليه، ونتمنى لك نحن كل الخير. شكرا. Thank you لإلك. بودكاست نجم الرابعة.